ما عاد لازم نسكت على اللي صار بنوب. في واحد من هالولاد مو ابنك. يا امي حكيت والله حكيت، بس ما في نتيجة. شو بدك يعني أعمل؟ شحادة هو اللي عمل هالعملة. طول بالك عمران، يعني إذا معه سفرطاس وبريقه ضل بالسوق يكون هو اللي عملها. نعمة شو في؟ والله ما بعرف، بدك تسأل أولاد الأصل، أهلي وجيراني وأولاد حارتي. خلاص حاج داعي فاضي. أخي ما راح أخلص، ورجيني لشوف شو في. خلاص والله ما بيهون علي، شوف هيك زعلانة هيك. انت لو بقيت رب العالمين، هي كريمة الله طعمها توم صبيان. انت كمان بكرة الله بيطعمك وبصير عندك عر ولاد. ضربوا عساروجة حوالين بيت خالد بيك. ايوه. طب ناح سوق الإيشاني وسوق الحرير ضربوا شيء؟ ما اجى شيء هون. وناح شاغور؟ كمان ما اجى شيء. وناح أبرعاتكي وباب جابية؟ شو معلم غريب؟ شايفك حافظها للشام أكتر مني. لك عدت لي الحارات حارة حارة. غريب، له فترة عم يشوف منامات وكوابيس، وهي قصة ذاكرته وزعجته. بس هلا أختي فاطمة شافت له شيخة، بدها تاخده لعندها وتعمل له حجاب. في حكمة بالشام، حكمة بيشوفوك وعلى إيدهم، وبإذن الله ترجع كل ذاكرتك. يعني معقولة بنتي كريمة قدامها ابنها قدام عينها وما تقدر تشوفه تعرفه مين هو؟ إذا طلع الخبر من هون من البيت بعد ما ينكتب الولد باسم كريمة رح يصير مشاكل لعمران ولبنتك. لا يا أم عبد الله، لا عم تهدديني؟ معاذ الله، أنا ما عم هددك، أنا عم نبهك. لك حرام عليكم، بنتي رح يطق قلبها. قولوا لها وريحوها مين هو ابنها. ما بيجوز هالشي، ما بيجوز. تركينا أنا وكريمة نحل مشاكل. أنا انظلمت يا عمي أبو طلال، وأنتوا ظلمتوني وظلمتوا صاحبي معي. هذا ظلمك، الشرطة بدها تعرف الحرامي وسألوك مثل ما سألوا غيرك. لا ما حدا سألني، فاتوا على نص البيت وأخذونا مثل الحرامية، لأن السيد عمران والسيد سيف تهمونا تهمة باطلة. لا تحكي ولا كلمة، نحن منعرفكن، بتحب تذكر العالم بأفعالكم وسرقاتكم؟ لا سيد عمران ما في داعي، أنا بذكرهم للعالم. ولد يتيم عمره 15 سنة، شايف أمه ملقوحة بالدخن وعم تصرخ من جوعة وبردة ووجعة، وما أدراك لا طعميها ولا لبسها ولا أعمل لها شيء. عم تهتني يا سيد عمران، عم تهتني بكيس حنطة وقع من طنبر ماشي بنص السوق قمت أخدته. يا سيدي سرقته، ولك سرقته لحتى بيعه وداوي أمي وطعميها وخفف وجعها. عم تبكي يا صاحبي؟ في حياتي ما حسيت أنه الفقر بيقتل قد اليوم، والفقر ما بيخليك تحس انك بني ادم. لما الشرطي سلخني هداك الكف حسيت انه مالي قيمه. نحن مالنا ظهر يا صاحبي. مزبوط مالنا ظهر، لانه ظهري انكسر من هاد، ظهري انكسر من هاد، عرفت؟ ظهري انكسر من هالورد اللي ورثني يا هابي. الله يسامحك يا امي، الله يرحمك يا امي، الله يسامحك. عرفت ليش ضهري انكسر؟